أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل حق أن كتاب الرد على من قال بفناء النار وبيان الأقوال في ذلك هو من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن هناك من أثبت لشيخ الإسلام في أطروحة دكتوراه القول بفناء النار؟ وما توجيه فضيلاتكم لطلاب العلم الذين يخوضون في هذه المسألة، سواء لمعرفة القول الراجح أو للمناقشة أو للرد على من يدعي أن شيخ الإسلام يقول بفناء النار؟ هذه مسألة لا ينبغي إشاعتها ولا إخراجها. وهل يأخذ بها رسالة؟ هذا غلطان. مش يبيبه يروح يشيعه ويبحث عنها، يعني تلمس الأخطاء المغمورة. ما كانت هذه المسألة معروفة عند الناس، كانوا ناسينها وتاركينها، سواء صحت عن شيخ الإسلام أو لم تصح، متروكة ولا يبحث فيها. يجي ناس من هؤلاء المتطفلين يبحثون عنها ويطلعونها ويجعلونها مجال للأخذ والرد، هذا من الفتنة. فالواجب ترك البحث عن الشذوذات وعن الأقوال الشاذة وإخراجها للناس، تداولها. وش مصلحة الناس فيها؟ ما لهم مصلحة فيها. فالأحسن تركها وعدم ذكرها وعدم البحث فيها. نعم.